حمو القوافزي فنان سابقا متشرد لاحقا، تنضرب البندير الطعريجة القازانات البوايدز القراعي اللي جا قدامي نضربوني، ما خليت حتى السوق اللي سقت ليه الخوار عامر تنمشي ندخل ليه، بقيت تندخل في السواق ندخل تا دخلت سوق راسي. البداية ديالي بحال اي فنان، انا اكتشفني القوايصم والبحيري، كانوا واحد النهار تياكلوا الشفنج في واحد السوق في خريفقة، دزت من حداهم بقيت ندندن شوية، قالوا القوايصم هذا غيولي فنان، قالوا البحيري هذا ماشي فنان، قالوا غيولي فنان، ماشي فنان، غيولي فنان، صافي في الاخر وليت فنان. وخدمت سهرات كثيرة في مدن صغيرة عا هو ما كنتش نتخلص، قال لك اسيدي الا غنيتي قدام العامل والقايد بحال تخلصتي، وكل يخلصوا الله. عاوما كانوا تيعطيونا الشواء وتيعطيونا ديك المناضة ديال المندارين، كانت تعجبني والله. وانا الزهرة ما نكسبوش، عباش نكون واضحين، انا اول واحد عرف الاستوديو ديال العرباوي فين كاين، مشيت عندو باش نسجل لقيتو ساد، سولت عليه قالوا لي مشى يصلي. وفقدت الامال، تخيل جاي من دكالة وجاي بلينير جاي تا الكازا جاي باش تسجل ويقولوا لك راه مشى يصلي. عرفتي راه الدمار هنا، عرف الله ما بغاكش تكمل في هذيك الطريق. واش تعرف لا زهر لا ميمون، واحد النهار طلعت في واحد الكار طالع ندبر على راسي ندندل لعباد الله شويه، شي عيطه زهريه عيطه اسفيويه حاجتي فكريني لا بوك ولا موني عاد الخيل بابق، انا طلعت وزاد ما وقفت حتى الوجده ومشيت لوجده وبقيت تنضرب لهم في العياط تمايا ودندندندن، وما عزيز عليهم الرقاده ما تفاهمناش، عرفتي تشرت 15 يوم وانا تما دبرت على 400 ريال ما قدنيش فلوس المركوب، بقيت كندير في اوتوستوب 4 شهور عاد لحقت الدكاله صافي. وانا نفقد الامال في الحياه وفي الفن ديالي الراقي، وغامرت بكل شيء ودرت الكسيبه ومكي كاينش اللي حاربني في ديك الوقت قد هذوك ديال المعاد ديال الموسيقى، رواتي فيهم العياقه والله حتى فيهم العياقه، تيقول لك الموهبه ما كافياش خصك تقرا، انا ملي ما ناكل ملي ما ناكل ديك الساعه واش يقول لك اجي تقرا ميري فا صو دو لي مي حتى سي راه صعيب. الله يخليها سلعه محاربي النجاح، فين غاده في هاد اللي الغدا لدارنا، وفين غاده في هاد اللي الغدا لدارنا، شكون قلقك الحبيبه قلقتني مكشفت فيا العفه، شكون قلقك مامتي نونوس كان فشكال. وانا من هذا المنبر تنطالب الوزاره باش انها تعطيني الدعم على الغياب ديالي الطويل، وتنطالب الدعم باش ندير فيديو كليب.